هلا بكم يا هلا. طبعا شلون تغير بجهاز قياس الحراره من الفهرنهايت الى النسبه المئويه؟ الطريقه جدا سهله. طبعا الان هو على الفهرنهايت، تضغط مباشره تحت طفل الجهاز او شيء، بعدين تبدا تضغط عليه لمده يمكن 10 ثواني كذا. طبعا الان الفهرنهايت يحول على النسبه المئويه، خلاص حول، تفك يدك خلاص كذا، الطريقه تصير. صلى الله وبارك.